واكيد يعني في نهايه هذا المقطع راح اقول لكم انا مين فضلت لهذا الفيديو، يعني انا مين بفضل بين هول القراء. اكيد راح اقول لكم في نهايه هذا المقطع لو بهمك الفيديو، تابع الفيديو. من هو القارئ الذي جعلك تدمن على سماع القرآن الكريم؟ بتمنى لو الفيديو بهمك تتابع الفيديو حتى النهاية وتشاركه مع أصحابك وأصدقائك، فضلا وليس أمرا مشاركة الفيديو لو أنت مسلم. وكي نعلم عدد المسلمين الذين شاهدوا هذا المقطع فقط تضغطوا لايك وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وتكتب رأيك اللطيف. ومشاهدة ممتعة، فيديو جديد ومختلف على قناتي على اليوتيوب. يعني هاي أول مرة بعمل مقارنة بين 3 قارئين للقرآن الكريم. معنا القارئ رقم 1 معاذ صيام من مصر، القارئ الثاني حمزة أبو ديب. مين ما بيعرف حمزة أبو ديب؟ كمان قارئ قرآن رائع جدا، ويمكن في ملايين من الناس يلي يعني أدمنت سماع القرآن الكريم من وراء صوته، وربي يجعله في ميزان حسناته. معنا القارئ الثالث بلال، بلال من الجزائر، ما شاء الله صوته رائع جدا، وبتمنى تتابعوا معي الفيديوهات اللي راح استعرضها معكم، وبتمنى تكتب أفضل قارئ لألك بين هودي 3 قراء القرآن الكريم. ولو القارئ يلي أنت يعني يلي انت بتتابعه مو موجود، بتمنى تكتب في التعليقات، ورح اكيد راح يكون في فيديو اخر وفيديوهات اخرى. يعني لو القارئ انت يلي بتحبه مو موجود، فبتمنى يمكن الفيديو الاخر راح يكون موجود، فبتمنى تكتب لي في التعليقات لو القارئ يلي انت بتحبه مو موجود بهيدا الفيديو. اكيد راح نعمل فيديو اخر لو عايزين يعني، وبتمنى نتابع الفيديوهات مع بعض ومشاهدة ممتعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم. ما شاء الله، يعني صوت معاذ صيام رائع جدا جدا جدا. بالنسبة لي رقم 1 هو معاذ صيام، بتمنى نتابع رقم 2 رائع جدا كمان، رقم 2 حمزة أبو ديب، بتمنى نتابع الفيديو. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت
كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله، ايه ده يا حمزة ابو ديب، ما شاء الله تلاوة رائعة جدا. يعني بتمنى يعني تكتبوا رأيكم في التعليقات، وأنا رح حاول رد على جميع الناس حتى النهاية. بلال رقم 3 هو من الجزائر، يمتلك حنجرة ذهبية، عمره 23 سنة. بتمنى نتابع الفيديو مع بلال من الجزائر، صوته رائع جدا كمان. هون بيكون وصلنا نهاية الفيديو. بتمنى الفيديو لو نال إعجابكم تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين نعمل فيديو آخر مثلا عن القراء القرآن الكريم بهي الطريقة، هيدي السلسلة الرائعة، بتمنى تكتبوا آرائكم في التعليقات، بهمني. يعني بالنسبة لي أنا فضلت رقم 1 هو معاذ صيام، ما شاء الله رائع جدا جدا جدا، يعني تلاواته في القرآن الكريم. رابط قناته بالوصف، بتمنى الكل يشترك من عنده في القناة وتكتبوا من طرف عبد شحود. ما شاء الله يعني صوت معاذ صيام رائع جدا، يعني حببني في القرآن الكريم ما شاء الله، وربي يجعلها في ميزان حسناته. يعني وأفضل صورة لألي أنا هي صورة طه وصورة يوسف، يعني هودي الصورتين أنا بالنسبة لألي هودي أفضل صورتين لألي. فبتمنى الفيديو لو نال إعجابكم، وبتمنى تكتب في التعليقات أفضل صورة لألك، وبتمنى رح شوف جميع التعليقات، أكيد رح تكون صورة طه أو صورة يوسف أكيد. شكرا لألكم، وانتظرونا بالفيديو الآخر. كل اللي عليكم تفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل الفيديوهات اللي رح نزلها على قناتي على اليوتيوب. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.